إذ قتل 31 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأتان وأصيب العشرات بجروح خطيرة اليوم جراء قصف الطائرات الحربية الروسية والمروحيات التابعة لقوات النظام التي استخدمت البراميل المتفجرة والألغام البحرية أحياء مدينة حلب وريفها. القتلى المدنيين سقطوا إثر استهداف أحياء الفردوس والمعادي والصالحين وأحياء في حلب القديمة، فيما تم تسجيل قتلى وجرحى في ريف حلب الشمالي إثر استهداف بلدتي حريتان وكفر حمرة إلى جانب قرية الجينة في ريف حلب الغربي. معنا عبر سكايب من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن الوضع الإنساني والميداني في الأحياء التي تم قصفها من قبل قوات النظام والقوات الروسية، كيف هو الآن؟ أهلا بكم. بالحقيقة الوضع في حلب سيء، القصف مكثف متواصل، لا يوجد رحمة أبدا. هناك العشرات بين شهيد وجريح، هناك قصف على الأحياء السكنية، قصف يستهدف المساجد، يستهدف التجمعات، يستهدف أكثر الأحياء التي يقطف فيها المدنيون. سلسلة مجازر، ربما هناك أحياء لا أستطيع ذكرها لكثرة المجازر. اليوم ابتدأت المجازر عند الساعة 12 بعد منتصف الليل، وفي تحديدا في حي الألمجي في حلب القديمة، وارتقى فيها ما يقارب 10 أشخاص ومعظمهم أطفال ونساء. أيضا تواصل القصف عند الساعة 6 صباحا بالبراميل المتفجرة، استهدف أحياء بستان القصر، الكلاسة، بالإضافة أيضا لحي الفردوس ومنطقة المساكن التي تقع في حي الفردوس، وأيضا هناك قصف على حي الصالحين، المعادي، وأيضا معظم الأحياء السكنية في حي مساكن الفردوس. ارتقى في هذه المنطقة أكثر من 20 شهيد. في البداية قصف الحي ببراميل المتفجر، ايضا قصف المنطقه بغاره جويه وبعدها غاره اخرى، ايضا قصف البرميل الاخير على هذه المنطقه، وارتقى في هذا البرميل ما يقارب 12 شهيد. شاهدنا الاطفال كانوا في الارض منتشرين ومن بينهم اشلاء، ايضا هناك اكثر من جثه افتقد بعض من اجسادهم، اي تحولوا الى اشلاء. ايضا هناك نزاع اخرج من الانقاض، وحتى اللحظه هناك يكون تحت الانقاض في حي الصالحين، في حي معادي، في حي فردوس، هناك اشخاص ما زالوا تحت الانقاض. الحصيله حتى اللحظه اكثر من 35 شهيد في الحصيله الاوليه، وربما تزداد الى اضعاف، وايضا هناك عشرات الجرحى، اكثر من 70 جريح حتى اللحظه. استهدف المشافي اليوم في حلب، مشفيين اليوم استهدفوا واخرجوا بهاء، عن العمل. في ظل هذه الاجواء واستهداف ايضا المشافي الموجوده هناك، صعوبه نقل الجرحى والقتلى الى ما تبقى من المشافي داخل مناطق حلب. حلب محاصرة، هذا الشيء أثر على الوضع الطبي، يعني الجرحى الذي بلغت حالتهم الذي وصلت حالتهم لمرحلة الخطر لا تستطيع الطرق الطبية من إرسالها لمشافي أخرى خارج حلب. في السابق كانوا يرسلونها، الآن يرسلونها إلى المقابر لأن لا أحد يستطيع التعامل معها. وفي هذا الوقت المشافي التي بقيت في حلب استهدفت، وهذا الشيء صعب جدا على الفرق الطبيه. هناك جرحى اصلا وضعهم حرج، لا احد يستطيع التعامل معهم، يعني اليوم فرق الدفاع تقوم باخراج اشخاص كانوا على قيد الحياه عندما سقط الصاروخ في نفس المكان استشهدوا. هناك قصف على نفس المكان، يعني استهداف عمل الدفاع المدني، استهداف الجرحى الذين تبقوا على قيد الحياه في الغاره السابقه، ايضا استهداف المشافي. هذا الشيء يعني زاد الوضع الطبي الى ما بعد السيء. حلب محاصره، حلب تتعرض لهجمه شرسه من الطائرات الحربيه، من الطائرات الملوحيه، لا استطيع وصف ما شاهدته اليوم في حلب. هي ماساه، هي اباده للشعب، هي محرقه، هي تقطيعهم لاشلاء، هي قتلهم في على العلن، والجميع صامت عن هذه المجازر. حلب تباد، حلب تحترق. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركه، حدثنا من حلب الناشط الاعلامي بهاء الحلبي.